سيستم. اي برشه بتحصل على داله بنسميها سيستم، بمعنى هنقول البلوك ده بيمثل السيستم. ده الداله سميه اكس ان، السيستم ده هنقول له برامج اي، على فكره رمز انا مخترع اي رمز يعني. عملت اثنين سي عكس بعض وشكرتهم. فاقول ايه؟ اكس الاتش ده هيأثر عليها ليه بيخرب؟ فدي دي معناها ريسبونس او كيفيه التعامل بتاع السيستم ده مع الاكس مع الام. هنفترض دي العدد بتبقى كده يا شباب اكس وام، بتروح من خلال الداله اللي بنسميها اتش الى واي. الاوبريشن ده بقى يعمل ايه؟ قلنا السيستم يكبر مفيش مشكله، السيستم تكبير يعمل فلتر يعمل ضرب مفيش مشكلة، اللي هو الموديليشن، الموديليشن بتاع عملية ضرب بتبقى شغالين في بعض الكارير زي ما بتشتغل السيجنال اللي هي الاوديو بيعمل موديليشن بنسميه المالتي بلاير. ده أي حاجة ممكن نسميها سيستم. بعض الأمثلة هتقول السيستم الأولاني اكس اوف ان ده الدخل من خلال اتش او الداله بتاعت اتش دي هيطلع اكس اوف ان ناقص كي. يبقى السيستم ده بيعمل ايه؟ شيفت. بيعمل ايه؟ بيعمل شيفت صح؟ ده احد السيستم. ده بيتم ازاي بقى في الحقيقه؟ بنستعمل في لفه لوب، شوف لو في اسم على اثنين بيخلي كل بلصتين انت بتدي في لفه لوب، او انا هستعمل حاجه اسمها ديلي لايت. دي ده عباره عن مايكروويف او كاب الموجه ماشيه فيه فبتتاخر في الفيز. قلنا الديلي يعني فيز يا شباب، يعني لو تبص خد بالك معايا، لو عندي سكوير ويف بالشكل ده من صفر لكابيتال بي حصل لها ديلي او فيز شيفت تبقى كده من صفر لكابيتال بي، بس الصفر ده مرحل تام لحد كابيتال بي. المسافه دي هي نفس المسافه دي، بس الشيء ده لحد كده ده بيعمله في نفس اللون في الديجيتال، وبيعمله في دي لاين في الـ في الـ في القلم، بيعملوا حاجات كتير. فده بتعمل ايه؟ شيفت. السيستم بتاعي بيعمل شيفت. السيستم الثاني لو عندي اكس او ان على سبيل المثال من خلال الاوبريشن اللي بيتم عليا بيديني اكس او ناقص ان، السيستم ده بيدي ايه؟ فور. عظيم. السيستم الثالث برضه امثله من امثله السيستمز. هنقول واي في ان اللي هو الخارج بتاعنا عباره عن واحد على ان لمجموعه الانبوتس اللي تحت عندنا لحد يعني ايه؟ هنقول اكس او ان ناقص، هنا في نقط كده ان زائد 2 زائد اكس ان ناقص 1 زائد 1 زائد اكس او ان زائد اكس او ان ناقص 1 وهكذا. نحط هنا نقط. ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده بيعمل بيعمل الامرج، بيعمل قبل مجموعه حاجات في ذات امرج. يعني عندي ثلاث طلبة عملنا ثلاث امتحانات، كل امتحان بدرجة، المتوسط كام؟ فده بيعمل كده السيستم ده، بيعمل الأمرز بتاع عدد معين من الانبوتس. لو الثلاثة تحت رايت سايدد بيعمل أمرز ليه الفاليد يعني كوز، حاجة موجودة بدل ما يعمل الافرج ممكن يعمل لنا عمليه الجمع بنسميها اكيوميليشن. الاكيوميليشن بيعمل ايه؟ يجمع الانبوت بتاع دلوقتي والانبوت بتاع اللي قبله واللي قبله واللي قبله لحد اي عدد انت عايزه. فمن سيستم السيستم ده الاكيوميليتور ده بنسميه او نقول واي اوف ان
بسبب السبميشن. النقص معنى نهايه الى الوقت اللي انا بجمع فيه بالداله السوفتي. يعني هقول ايه؟ انا افترض عندي سيستم تو سايد الناقص 5 زائد 5 الناقص 4 ناقص 4 اي عدد اي عدد هنقسمه مع بعض كده. ادي الزيرو 1 2 3 4 وهنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 وهكذا. انا عايز اقول ايه؟ مجموع دول كلهم لحد ان تساوي صفر هسميه واي اوف ان. بس هنا ان تساوي كام يا شباب؟ صفر. يعني المجموع بتاعي من كام؟ من ناقص لحد مش حتى الناقص ما لا او حتى لو ناقص ما لا نهايه الناقص ما لحد الرقم مين؟ في المثال بتاعي ده هنا لحد 4 مش كده؟ يبقى من ناقص 4 لحد مين؟ لحد 4 او من ناقص 4 لحد 4 من ناقص 5 لحد 5 بس نبدا من مين؟ من الصفر. انا بدات بصفر عشان حاجه معينه فهقول وقت ما هي تبقى بصفر واي اوف ان يساوي كام؟ اكس وزيرو انا بجمع واللي قبله مين؟ ناقص 1 ناقص 2 وهكذا. فيكون المجموع بتاع واي اوف ان هيساوي اكس اوف 0 زائد اكس اوف ناقص 1 زائد اكس اوف ناقص 2 وهكذا. نجمع لحد العدد اللي احنا عايزينه. ده مين؟ ده قيمة الانبوت عند الزمن اللي بحسب عليه الخلف. دي قيمة الانبوت في الزمن اللي قبله. الانبوت في الزمن اللي قبله وهكذا. فبقول الخرج الآن عند ان تساوي صفر تساوي الدخل الآن عند ان تساوي صفر زائد مجموعة الدخول اللي قبله. صح كده؟ طب عايز واي اوف 1 هيساوي كام بقى؟ بص على رسمه كده انا عايز احسب بقى عند ان يساوي 1 يبقى عندي القيمه بتاعت اكس اوف 1 زائد اللي قبله يساوي اكس اوف 1 صح كده؟ زائد واي اوف 0. حد يعترض؟ طب واي اوف 2 اكس اوف 2 زائد واي اوف 1 زائد واي اوف 1 صح كده؟ دي معناها الجمله دي معناها ان الجمع لحد اللحظه دي يساوي حدين من الحد بتاع الانبوت دلوقتي والجمع الاقل والجمع الايه؟ الاقل. ده بيلزمك جمع الاقل ده يعني كله في الامن ده يا اما في الليفت هاند سايد يا اما في الليفت والرايت على حسب قيمه الان. لو الان صفر يبقى بنتفق على ايه؟ الناحيه الشمال كلها. لو الان موجبه كنت اخدت واحده لحد من حد الجزء الموجب والحد اللي قبله كله وهكذا. اقدر اقول المعادله دي ممكن اكتبها بالشكل ده يا شباب. المعادله اهي بالشكل الآتي. واي اوف ان مساوي السميشن من ناقص ما لا نهاية لحد الصفر، سوري لحد ناقص واحد. يبقى القيمة العظمى بتاعت الجمع ده لحد كام؟ بتاعت اكس اوف تي زائد السميشن من ان لفين؟ من كي تساوي صفر إلى ان اكس اوف تي. ده مين؟ الواي زيرو. الجمع لحد اللحظة دي
صح؟ بص هنا كده، ما هو ده المجموع بتاع مين؟ ده كله الجمع الاولاني. الانبوت اهو، لما خدت الحد ده كان بص الناقص ما لا نهايه، او كل هيبقى الحد 4 يبقى اكس ناقص 4، ان ناقص 4 بس وخلاص. خدت اربع حدود من الحد الجزء السالب ده زائد الحد اللي موجود دلوقتي. الحد الاقصى هنا كان زيرو، طول ما كده نجيب واي واي وواحد طلع كام بقى؟ اكس واحد زائد الواي، يبقى ده اكس بتاع مين؟ الان مظبوط؟ الحد ده يا شباب كله اهو ده يساوي واي وناقص واحد، مجموع الحدود لحد ايه؟ لحد الحد الاقصى اللي هو كام؟ ناقص واحد زائد السميشن من كي يساوي صفر الى ان اكس اوف كي. يبقى ده بنسميه البريفيوس اوتبوت، وده مين؟ مجموع الكرنت انبوتس لحد الرقم بتاعي. البريفيوس اوت ده بيسميه انيشال كونديشن. كمل القصه بتاعتنا. فبنسمي السيستم انيشالي اتريست او ريلاكسد سيستم امتى؟ لما يبدا من عند الصفر. قبل الصفر ما فيش حاجه، القيمه بتاعته واي ناقص واحد، الخارج بتاعي يساوي ايه يا شباب؟ صفر عند ان اقل من او يساوي لا يساوي لا اقل من الصفر. يبدا من عند الصفر. بنسمي الدالة رايت سايد كوزر، واللي لها تو سايد بيبقى نسميها برضه الاسبوع اللي فات نون كوزر سيجن. والليفت سايد وحاطين عليها دلوقتي اسم تاني الكرسم ونون الكرسم، ساعات كله في وقته. بيصنفوا السيستم دي ازاي بقى؟ تصنيف السيستم كلاسيفيكيشن اوف سيستم. اول تصنيف لها الكوزر ونون كوزر اللي بنقول عليه دلوقتي. لو الدالة تحت رايت سايد طب لو الدالة فيها الاثنين نون كوزر. طب لو الدالة فيها الشمال بس انت كوزر نون كوزر، يبقى الدالة بتاعت فيها كوزر لقد تبدا من الصفر وانت طالع في ان موجب. انما لو شملت حتى لو حد واحد ان في السالب يبقى نون كوزر سالب.
وعندكم في الكتاب او في الشرح شويه امثله. انا مش هختبرك في انك تختبر الدالة كوزر ولا غير كوزر، تختبرها مع الدكتور عرفة زمان. انا بفكر بس الشابتر ده كله تذكره، ونص الشابتر جاي برضه تذكره، بس عشان ما احدش يبقى له حجه ان نسي. الدالة كوزر بنسميها ريال او فيزيكال سيجنال. الدالة كوزر لان كل احداثها، يعني دلوقتي في ماتش بيتلعب، واحد بيشوط الكورة، حتى تعرف ان هتخش كله ولا لا؟ معرفش. فالمستقبل ما اقدرش احسبه. لو الدالة بتاعتي ما اقدرش اشوف المستقبل فيها تبقى نان كوزر سيجنال. الكوزر كل الانبوتس متوفرة لحد اللحظة دي. يعني امسك ماتش، اي ماتش، من اول كان يطلع من الجول، الباك والباك اوت خط النص تتحد، انما النهاية بتاعتها ما اقدرش اتوقعها. بس عارف من اول خط النص التاريخ بتاع الاشارة. طلعت من الجول، راحت للباك، راحت لخط النص، التاريخ ده اتسجل خلاص. عارفه. اعمل بروسيسنج، بنسميها ريل تايم بروسيسنج. بيتم الحدث. إذا دلوقتي في إمكانية في التلفزيون إن يعد لك الهدف أو يعد لك المنظر مرة كل ثلاثة. الهدف بعد ما تسجل تسجل على الشريط، فترجع الشريط تاني. لو الداتا عندي كلها متاحة ممكن أستعمل نان كوزر بروسيسنج. هل فاهم حاجة؟ دلوقتي واحد الماتش لسه بيتلعب وحدث خطأ. لحظة وجود الخطأ ده الحتة اللي قبله موجودة اتسجلت خلاص، ممكن عيدها تاني. في زلزال حصل، محدش بيعمل أناليسيز لزلزال وهو بيحصل الزلزال. أجهزة الرصد في الهيئة العامة للأرصاد بتسجل الزلزال بقوة كذا ريختر وقوته فين ومكانه والسيستم بتاعه، كل المعلومات تتسجل، بس ما عملش بروسيسنج أثناء الزلزال ما بيحصل على الزلزال. بيعمل أناليسيز إمتى يا شباب؟ بعد الزلزال يخلص الحدث، خلص خلاص اتسجل. فممكن يبقى الدالة تحكي نان كوزل، انا ممكن ارجع الشريط والعب يمين وشمال زي ما انا عايز. فلو الدالة او الفانكشن بتاعتي متسجله ريكوردد، الداتا ريكوردد، انت مش بتسمع الشريط بتاع او الاغنيه بتاعتك وترجعها، لان ده موجود اصلا. انت تخيل اغنيه لاول مره تسمعها، انت عارف ممكن حقيقي ايه؟ مش عارف، جاست انها سجلت بقت نفوس. ممكن عليها تشوف زي ما انا عايز. انما لحظه ما بتتسجل هي الكوزة. بقى شايف فرق بين الاثنين؟ فبتقول الداله الكوزة ريال تايم بروسيسنج. انا بعمل وقت، ممكن اعمل نفس الوقت هو محدث بوقت. انما انا الكوزة ما اقدرش. بيسموا النون كوزة سيستم ان رياليزابل سيستم، الا اذا كانت الداتا متوفره ومتسجله عندك بكل الوقت. التصنيف الثاني السيستمز ريليس هي ولا نان هي. مش اللي بيقوله هنا بس النهارده مراجعه انا في الوقت ده برضه. انت خدت في هندسه كهربائيه نظريه اسمها نظريه سيدري ونظريه السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن اهم قلت لي السوبر بوزيشن دي فاكرها؟ حد فاكر النظريه دي؟ مجموعه تقسيم كل المصادر على قامه واحده. انا عايز واحد يتكلم، اختار واحد يتكلم. مين اللي عايز يتكلم؟ اللي اخر في عالم تياترو رافع ايده اهو، قول يا استاذ. لا اللي جنبه بتقول ايه النظريه السوبر بوزيشن يا شباب؟ واحد يفكرني، انا مش فاهم. ان مجموع تاثير كل مصدر جهد على حمل بيساوي مجموعهم مع بعض، يعني على انفراد بيساوي مجموعهم كلهم في نفس الوقت. عندي اكثر من مصدر للجهد او التيار، وبعدين شوف تاثير هذه الفرق كلها على فرع معين من الدايره. فعشان يبسط الحل يعمل ايه؟ بيفرض ان كل المصادر الجهد او التيار دي مش موجوده معانا واحد، ودي قيمه التاثير بتاع هذا المصدر على الفرع ده، ويكرر الحكايه كل ما عدد المصادر. صح كده؟ لو الدالة بتاعتي مكونة من مقاومات ومقاومات، المقاومة لا تغير من قيمة التيار اللي مر فيها. قيمة التيار يساوي كام؟ V على R. لو الـ R ثابتة
يبقى التاير رسم على دي، دي زياده التاير زياده، دي ناقص التاير ناقص. اذا قيمه العنصر لا يؤثر على قيمه البارامترز اللي في الداخل سواء التاير او الدور، صح كده؟ بنسمي التاير ده لينير سيركت. لو نتابع فيها ترانزستور او دايود وجود الداله هنا بيغير في قيمه التيار او العنصر حسب قيمه الجهد المطبق عليه او التيار اللي مر فيه، ده اللي بنسميه هنا لينير سيركت. احنا هنتعامل مع لينير سيركت. تتميز ليه لينير سيركت دي؟ بتكون ممكن اطبق مبدا السوبرفوزيشن، عندي دال انبوت مكون من اكس 1 واكس 2، صح كده؟ هشوف تاثير اكس 1 ونشوف تأثير إكس 2، وأما نقسمها على بعض يطلع التأثير الكلي لإكس 1 وإكس 2 بشرط إن الدالة تحت لينير. مش ده بس الكافي، ده اللي بيقول لك لازم إيه بقى؟ لو أنا عندي مصدر جهد قدره 5 يديني تيار في المقاومة دي قدرها 2، طب لو خليت الجهد 10 التيار يبقى في المقاومة كام؟ انت زودت مصدر الجهد الاكسيتيشن باتنين، ضربته في اتنين، صح كده؟ لو طلع الجواب بتاعك الريسبونس او الريزالت مضروبه في اتنين، الداله تحت لينير، عشان تحدد اللينيرتي بتقول ايه؟ الداله تحت تكون لينير لو تحقق الشروط الاتيه، شرطين. الشرط الاول لينير ولا مش لينير؟
في المنطقه الاولى بتاعت الكيرف دي نان لينير اكسبلوشن، انت بتعمل فيه مع المنطقه لينير بس، فانت لو تدخل ورمان لينير وهو بينسى الحته الايه الصغيره مش كده؟ خدت الدوره الالكترونيه ولا ما خدتوش؟ خدتوش؟ خدت الدوره بتعمل لوب؟ لوب امب لوب امب ترانزستور لوب امب لوب امب هو خدت الدوره بتعمل لوب؟ لوك امبليفاير بيعمل في فيدباك ايه؟ ترانزستور عارف الدكتور ده هيوضح ايه؟ بس هو ده متوفر متوسط كانه كانت كانه ده ايه ده؟ هو هتلاقي البيز واخد الارضي والكونكتور واخد البيز ومش قادر ايه؟ بس هو انتاج الدايود في الدي سيركت مكلف اكتر من ترانزستور، فبيحطوا ترانزستور ويوصلوا كانه دايود بيسموه دايود كونكت ترانزستور. هو الحقيقه بيستعمل الحته بتاع الكيرف دي الحته الصغيره دي في خاص الدايود ادي اللام نيرتي دي فيه يبقى اكسبريشن فانكشن. لما النيرتي دي هو بياخد ايه اللي هي في الطبقات الريكتفاير والهاف ويف كل ده لينير. فانت تاخد الحاجات دي بس انما الحته الصغيره دي ما بتاخدهاش. لان طبقاتها عايزه شويه رياضه. فلما الدامه بتاعتي حققت فيها الشرطين دول اللي بيسموها الهوموجينيتي واللينيرتي. دي تسد في ايه بقى؟ لو الدامه كومبلكس اعمل لها اناليسيس تحللها بفورير اللي هي شرح شابتر 3. فورير بيديك ايه؟ ها؟ شويه هارمونكس عامل كل واحده لوحدها وفي الاخر اجمع التاثير الكلي للهارمونكس يديك تاثير نهائي. هل فاهم حاجه؟ نفس الوقت بالظبط اللي قلت عليه هجيب تاثير في واحد تاثير في اثنين تاثير في ثلاثه والاخر اعمل ايه؟ اجي المجموع الجبري لكل التاثيرات الحاجه الجبري دي لكل التأثيرات دي كلها يطلع في الخارج بتاعي النهائي كما لو كانت كل المصادر متوصله في نفس الوقت. بس عشان احلها اسال نفس الامور بنعمل اناليسيس الداله بتاعت غالبا الظواهر الطبيعيه كلها كومبلكس. فبنحللها لما دخلت فورير ليه؟ مش عشان فورير نفسه راجل طيب ولا لا، عشان يساعدني ان انا اجيب الداله الكومبلكس اللي في الطبيعه ابسط الحل على نفسي واحللها تديني مجموعة هارمونكس بس كل هارمونك منها ساين ويف بيور اتعامل معاها سهل. يعني بص الدالة دي لو حد قال لي دي ساين ويف اقول له ده كداب دي بريودك اصدقك. انما عشان احللها احللها بفورير واجيب الهارمونكس بتاعتها دي ما اقدرش اقولها ساين بالكامل. ليه؟ الداله بتبقى بتزيد ايه؟ الساين ويف بتزيد لحد قيمه عظمى وتقل وتزيد بيسموها زياده ناعمه كده. ما فيش الا التب اللي موجوده عندي في النص دي. الداله العصبيه دي بريودك صح؟ بريودك ولها بريودك تايم ولها بريودك كل حاجه. بس كامبليتيود داله مش ساين. مش ساين ليه؟ لان مفيش خواص الساين، الساين بيزيد من الصفر لحد قيمه عظمى واحد اتصال متصل. اتصال يا شباب؟ وكله في الزياده، هنوصل لقيمه عظمى، ترجع يقل. وهزات نص بندر في نص السنه، انما دي مش زياده متصل. فدي بيريودك فانكشن انما ليست ساين. عشان احلها دي خليها بالفورير تديني مجموعة هارمونكس كتير لو جمعتها تدي بتاعي. أضرب مثال صغير على نفسي يعني. أنا في عيب كجسم تخين وقصير. ما ينفعش نعمل مقاسات الجهاز. عشان ألبس القميص التفصيل على طول. ما ينفعش ألبس قميص التفصيل. لو جبت قميص في ساعة صدري والتخن بتاعي كم وقت لحد هنا. فلما اجيب القماش بتاع الترس يفصل بيعمل ايه الترس بقى؟ حته القماش يقطعها للكم حته للصدر حته للستر حته للظهر حته للجيب اقطع القماش حته اتعامل مع كل حته على حته مش كده؟ فاحنا بنعمل كده في حته في الفريق بنحلل الداله المركبه الى مجموعه جزيئات لو جمعتها مره اخرى تطلع الداله الاصليه ده فريق وفريق العصب
بتحلل تحلل الجلدانة تحت إلى مجموعة مركبات سهلة التعامل معها. تتعامل مع كل حتة على حدة وتأخذك مع التأثير كله. وصلت أنا عايز أقوله ولا لسه؟ وبرضو عندكم في الورق المكتوب أمثلة على الدالة اللينير والدالة اللينير. بس عايز أقول حاجة صغيرة بجيبها في الامتحان من غير ما حد يحس. أنا جبت السنة اللي فاتت سؤال تقولي تستفيد بتاع الدالة إن إكس أو إن. تقول لي ده بقى ده الدالة دي ستيرو ولا مش ستيرو؟ تعرف الحكايه دي عندنا بتطلع على استابيليتي؟ تكامل. طب نخليها لما نطلع على استابيليتي في الحاله دي. حاول استابيليتي دلوقتي. هات التكامل بتاعها من صفر من هذه. وشوف هتكونفرج ولا مش هتكونفرج. ايه؟ مش كنت لها كونفرج. نرجع للداله الريكيرزي في النون ريكيرزي. ما تقصدش معايا. الداله الريكيرزي اللي هي مين؟ الداله الكوزر اللي هي مين؟ صفر من الكوزر من جام؟ رايد سايد. رايد سايد من صفر لا نهائي. دي بنسميها كوزر سيجنال مش كده؟ دي بنسميها ريكيرس نون ريكيرسيف سيجنال. نكتب بقى كده كان على السبورة بتساوي اكس و ان زائد بنسميها ايه؟ اكس و ان زائد ايه وان. الدالة دي عبارة عن ايه؟ الخرج بتاع الدالة بيعتمد على مين؟ على الدخل دلوقتي والدخل اللي كان امبارح ليه؟ والدخل اللي كان قبله واللي قبله وهكذا. فالخرج يتوقف على الدخل الان اكس اوف ان. كانت اكس اوف ان ناقص واحد. يعني حصلها دي ليه؟ اكس اوف ان ناقص اثنين. بيعتمد على مين؟ الدخل دلوقتي وبتاع امبارح واول 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 وهكذا. بس الداله اكس و ان وان ناقص واحد ناقص اثنين دي هات رايت سايد سيجنال. يعني الدليل حصل ناحيه ايه؟ اليمين. نسمي الداله دي نون ريكيرسيف سيجنال. نون ريكيرسيف اللي هي الكوزا نسميها شباب نون ريكيرسيف سيجنال. بنسمي المعادله دي ديفرنس ايكويشن. لو المعامل A نوت و A1 و A2 و A3 ارقام ثابته بنسميها وسكوتر كوفيشنت. يبقى ايه؟ ديفرنس ايكويشن وسكوتر كوفيشنت. الداله دي بالذات زي المعادله التفاضليه ذات المعاملات الثابته نفس الاسم. دي الديفرنس ايكويشن شباب زي معادله الاتفاق بتاع معادله الرياضه الديفرنشال ايكويشن. دي الديفرنشال ايكويشن في الدنيا. نربط اللي خدناه ما خدناش خط ماده اسمها تفاضل ولا معادله تفاضليه.
بتقول ايه؟ بتقول ان واي دبل داش بتساوي زائد كذا زائد واي داش زائد رقم مش عارف صفر معادله. لو حولت الرموز الثانيه اللي هي واي داش وحد يساوي الناحيه الثانيه ونقول واي دبل داش بتساوي كذا، فتقول هنا واي في ان بتساوي مجموع الحاجات دي. المعادله دي بنسميها ديفرنس ايكويشن. ديفرنس ايكويشن لو كانت المعادله بتاعتها ارقام ثابته يبقى بنسميها ديفرنس ايكويشن بس كونستنت كونفيشن. دي اللي احنا بنتعامل معاها 80% و 90% من شغلنا كونستنت كونفيشن. انتوا ما خدتوش في الرياضه لما تكون الفاريبل او المعاملات دي فاريبل. ما خدناهاش. ما عملناش معاها، الاولى برضه دي مرحله متقدمه شويه من الدراسه احنا واخدين البكالوريوس. وناخد اقصى الاساسيات. في الشغل بقى اللي عايز يكمل في المجال ده يلاقي ان شاء الله الصعوبات اللي هو عايزها، مش هينعمل مش يعني مش هيفقد صعوبات، هتلاقي صعوبات باذن الله ما تقلقش يعني. المعادله دي كنت بتحلها ازاي زمان؟ برضه بس يا شباب حلها ازاي زمان؟ بتجيب الديفرنشال بتحلها بتعمل حاجتين، بنجيب التكامل الخاص بنجيب الحل العام معوض من الثاني السبب بالانيشال كونديشن. فاكرين؟ اه ولا نسيتوا؟ هو في طريقه رياضيه نحل ديفرنس ايكويشن بس عكوا مش هنعملها تعالى عشان احلها. انا هستعمل الطريقه بتاع الزيت ترانسفور او الفريكونسي ترانسفور. في كده حل ظريف يحول المعادله بتاعتي من المعادله التفاضليه او شكل التفاضلي الى شكل جبري. دي بنعمله بالزيت ترانسفورم زي ما عملت في زمان لما جبت حل المعادله الفاضليه بالاس اللي هو اللابلاس. اللابلاس دي اصلا ده كومبلكس حاجه رياضيه هجوميه، بس بتحول الداله من التايم دومين اللي فيه ديفرنشال الى معادله جبريه، وتحل المعادله الجبريه حل واحد يديك الحل العام. وخدتوها برضه في الرياضه. احنا هناخدها مع بعض في الزد. انت برضه خدتوها في الزد مع الدكتور صاص شويه. بس هناخدها بقى بالتفاصيل. فهنقول الحل بتاعي للمعادله دي انا مش هحل في نطاق الزد. حلها غمس وهناخد شويه حسابات كتير كنت بديها زمان بس لقيت ما لهاش خش على طول على الماتلاب يحولها في الزد ويديك الحل بتاعك مباشره. فانت على فكره ما عملتش كله ماتلاب. ما عملته كله ما تعرفه ما لا في حد يعرفه شاور كده بنفسك كده مين تاني من اللي تعرفيه عندك على الكمبيوتر بتاعك. طب نعمل عمل جماعي اللي يعرف حاجه يعلمها للتاني. في كورسات يا دكتور؟ نعم في كورسات على اليوتيوب يعني فيديوهات شرح سريع يعني. هنبقى انا نايم بخت نتعاون مع الناس اللي بتفهم اكتر. ماشي. ما تقدرش انما تساعد الاخرين. مش مشاكل. ما تبقاش منوف. مش منوف. لا مش منوف الحمد لله. فيومي. طلعت منهم ولا حاجه يا شباب. انا شفت بعملها وكل زمايلي كنا بنعملها مع بعض. كان مساك حاجه اللي انت اللي مش عايز تشرحها لزميلك. مش سر. ده انت وانت بتشرحها بتستفيد اكتر. تكتشف انك حتى تذاكرها حلو فعايز تذاكرها تاني. وكثر اللي لما بتقول بتسمع حلو. بتضيع وقت طويل حاجات تانية ما تستاهلش. وانت جاي الصبح لو واحد قاعد معاك زميلك في القطر بدل ما تردشه في الكورة والبنات تردشه في المادة الأدبية. كنا شباب زيكم يعني. يعني سنة مش لا موضوع مش قوي كتير يعني موضوع بنات امتع يعني. يا عم خليك قاعد. فنتعاون مع بعض اللي يعرف حاجه لزميله يقول هي السر والله اللي بيقول هو اللي بيستفيد وخدت ثواب. انت بتحس بالحاجات دي لما تكبر في سن زي كده. لما طول ما انت ماشي بمبدا الفرديه مش عايز الصبور الحل عشان تختاروا معاد المحاضره كل واحد يفكر في نفسه بس مش في الجو العام. كل واحد عايز الجدول عايز كل الحسنيات. رغم ان ربنا يقول ايه احد الحسنيات بس خد حسن واحد ممكن يبقى اربعه. نكمل قصتنا. فانا هنحل المعادله دي بس هنحلها عن طريق ايه الزيت والسكوت.
احنا الدرس بيحاول يدلك التايم دومين المتصل الى معادله جبريه. ازاي الترانسفورم يحول الداله في نطاق الديجيتال الى معادله جبريه؟ حل المعادله الجبريه يطلع لي الحل بتاعها. اجيب الانفرس للزد يطلع لي الحل في نطاق الزد. انا نعمل اثنين. عشان نعمل اثنين انتوا خدتوا بال في الرياضه لازم هو البارشال فراكشن، فاكرينه؟ فاكرينه؟ كويس والله. لان يعني 70% من شغل الزد راجعوه، انا بقول اهو راجعوه. انا مش هشتغل الدرس نهائي، انا هديك درس في نعمل بشر فاكشن الجواب اهو، بس في الامتحان هتعمله. ما احنا هنجيب ازاي ترانسفورم الداله دي او المعادله الجبريه ونحلها في نطاق الزد، نرجع نجيب الانفرس بتاعها نجيب درس في نطاق الزد. جبنا الحل بتاعنا. الأول من اللي بنسميها ايه؟ نون ريكيرسيف سيستم، أو السيستم اللي بيعتمد خربه على مجموع الدخول الآن والسابقة فقط. السيستم التاني المهم أوي اللي هو ريكيرسيف سيستم. شكله إيه ريكيرسيف سيستم يا شباب؟ وايز إن مساوي غشش حد. السطر ده كله ينزل غشش حد. السطر ده كله ينزل تاني. اللي يعتمد على مين كأول جزء؟ على الانبوت دلوقتي والانبوتس اللي فاتت زائد بي واحد واي اوف ان ناقص واحد زائد بي اثنين واي اوف ان ناقص اثنين زائد زائد زي ما انت عايز. ايه الوياض دي بقى؟ الخارج اللي قبله، الخارج اللي قبله، الخارج. فاكر لما كنا بنقول دلة الدخل الآن والدخل اللي قبله والواي اللي قبله، الدخل الآن والواي اللي قبله، لسه قايلها من شوية هنا. بنقول الدالة الأكيوميليتي، بنعمل إيه؟ نجيب القيمة دلوقتي المجموعة في إيه؟ المجموع اللي قبله. ما هو المجموع اللي قبله بتقول الخارج اللي قبله، صح ولا إيه؟ الآن لو بنقول إكس واي واتنين زائد إكس وواحد زائد واي، إكس واتنين زائد واي وواحد، فاكرينها؟ الواي الواحد ده مين؟ الخارج السابق. الخارج اللي قبل، الخارج السابق. الخارج اللي قبل، الخارج السابق. فده بيعتمد ايه بقى الخارج بتاعنا دلوقتي اللي هو واي اوف ان في الطرف الشمال ده؟ يعتمد على مين؟ على الدخل الان ومجموع الدخول اللي قبل كده. زائد الخارج السابق. زائد الخروج السابقة. اللي قدام تحت اللي هو الكوزة. بيسموها ريكيرسيف سيجن. ريكيرسيف سيجن. خدوا بالكم في حاجة بس عشان نبين لها دلوقتي. أنا راسم إشارات الوياض في الطرف اليمين موجب. ممكن تبقى زائد. الوياض هنا أنا راسمها زائد، كلها زائد. ممكن تبقى ناقص. لأن لما حلق الطرف الثاني الإشارة تتعكس، خد بالك. أنا هشرح على أساس إن بعد ما حتى تبقى الاطراف كلها موجبه. تسهيل للضرب. ان لما اجي اتعامل مع كل واحده اتعامل معاها ايه؟ باشارتها. يعني افرض ان بي واحد يساوي ناقص اثنين. حتى كده ايه؟ ناقص اثنين واي ان ناقص واحد. طب لو بي اثنين تساوي ناقص ثلاثه اكتب ايه؟ ناقص ثلاثه واي ان ناقص اثنين وهكذا. فانا حاطط عشان الرموز بس كده. ولما اجي اعمل شرف المحاضره اللي جايه اللي بعدها اللي بعدها هنقول لك نعمل امبلمنتيشن او ريلايزيشن للسيستم. هنحط الايهات والبيهات كلهم باشارته اللي في المساله اللي في اخر بجمع بقول واي اوف ان انا عايزه دلوقتي يساوي مين؟ يساوي مجموع الدخول الان والسابقه مجموع الخروج السابقه المعادله بالشكل اللي على السبوره ده. بس عامل الجهات والايهات كل باشارته. يعني مش بالضروره كله يبقى موجب. ممكن يبقى فيه ناقص. بس زي ما دي في مساله هتعمل كده. المعادله دي بنركبها بشكل هناك يا شباب. او واي اوف ان زائد السميشن من بي ار
تساوي او من الاي بلاش من الاي تساوي واحد الى كابيتال ام مثلا واي اوف ام ناقص اي دي معناها ايه؟ هقول الواي دي اهي دول كل دول بس رجعتهم الناحيه الثانيه وحطيت هنا زائد هو المعادله هنا المفروض يبقى هنا ناقص احنا سهل عشان الامور عشان نمد معادله نحط معادله بس اللي بقول ده حل المساله هتعامل كل حد ايه؟ باشارته اتفقنا تساوي المجموع من اي برضه تساوي نقول زيرو الى كابتل ام اس اوف ان ناقص اي نحط هنا ايه هنا حطينا مين يا شباب؟ بي ار بس من اول اي بكام؟ هنا من اول اي بكام؟ بزيرو اكس وزيرو والاكسر باثنين يكسبوها وهكذا المعادله دي ممكن اكتبها بشكل هذا السمشن من اي تساوي صفر الى كابتل ام بي اي واي ان ناقص اي بس هحط شرط ان البي او زيرو تساوي واحد تساوي واحد ليه؟ لان هي واي ان مضروبه في واحد صح كده؟ يبقى البي نوت غصبا عني وعنك بسرعه بس مش هيقلل من عموميه المساله افرض في المساله مديك قيمه لبي نوت تعمل ايه حضرتك؟ تقسم كل المعادله على بي نوت ده عندك الواي ان يساوي تركب نعملها خايبه عندي نعمل في الامتحان على فكره انا غاوي قوي على حاجات الخايبه دي ده كده في الامتحان احنا عملنا الواي لوحدها حاف كده البي اي البي نوت تساوي كام يا شباب؟ واحد قلت لك بثلاثه لازم تعمل حاجه كده تتحل المساله بتقول كل الطرفين بقى البي نوت بكام؟ واحد حلو الخيابه دي بتبين واحد فاهم وواحد مش فاهم صح كده؟ انا كنت مره جبت السنه اللي فاتت وهشتغل في الكتاب ان شاء الله بس الشكر الجامد اديت معادله بالرموز كلها رموز ايه ودي وحاجات كده وحل يا عم في الامتحان اديت قيم الرموز فقط بعدها يبقى بي او ايه او سي يعني بس دي مجالك بس اقول لكم على حاجه يعني نسبه اللي حاجه هو جميل قوي كان من الرموز اصعب لان حد الرمز كان اصعب هنشوفها ان شاء الله انا بقول لكم امتحان السنه اللي فاتت دلوقتي جابونا في الامتحان بتاعنا المعادله بقى الثانيه دي بنسميها ايه؟ ريكيرسيف سيجن ريكيرسيف سيجن نحط المعادله بنسميها ديفرنس ايكويشن بس هو كونستانت كوفيشنز معايا يا شباب؟ يبقى الديفرنس ايكويشن هي الايه؟ هي المعادله بتاعتها من خلال سواء في الكوزر او النان كوزر الاثنين بس لو كانت كوزر بنسميها نان ريكيرسيف لو كانت نان كوزر بنسميها ايه؟ ريكيرسيف التصنيف الاخير تايم فاريانت وتايم انفاريانت بس مش اخر المحاضره التصنيف بس احنا دلوقتي صنفنا كوزر ونان كوزر لينير ونان لينير اخرين كان ايه؟ ريكيرس ونان ريكيرس الاخرين ده تايم فاريانت وتايم انفاريانت نعم ده ده هتيجي في الاخر هندرس عايز بس تدريب معلش قبل نجد هتكون تكون عليها مش مشكله هتكون عليها في الديناميك لو الداله بتاعتي خد بالك بقى دي حته غلسه بتيجي في الامتحانات دي بس برضو انا مش همتحنك في اختبر الداله تايم فاكتور تايم فاكتور انتوا خدتوها زمان مع دكتور عمرو
وخدت كل بتاع الدومين مع الدكتور عمرو مش كده؟ وخدت كل بتاع الفورم دومين مع الدكتور مصطفى. ايوه انا نسيته الجزء الثاني. حد عنده الكتب دي؟ عندك؟ معايا بعتها لي على الموبايل. يعني عندك على الموبايل مش كده؟ ارفع علي وابعتها لي على الموبايل. بس انا انا شفتها قبل كده، شفت المحاضرات. الجزء اللي انتوا خدتوه وفيه امثله وفيه مسائل انا ما بعتوش تاني، انا فخر بفكرك بيها. انا بعت لسه في المحاضرات اللي فاتت على المعلومه، انا شاطر واحد جيل كامل تلخيص للي خدته قبل كده. ودول عندنا ايه؟ عندنا اكس اوف ان، ده الداخل بتاع الداخل على سيستم اتش، طلع لي خارج واي. لا مش لو عملت ديلي للام بمقدار ان ناقص كي ودخلته على نفس السيستم اتش ماشي، بقى لو طلع الخلف واي في ان ناقص كي ده انا بتحكي تايم انفاليد، ده انا بتحكي شباب. انما لو طلع غير كده حتى لو في حد واحد بس بتايم انفاليد. فبنعمل ايه في الداله؟ بنقول هنجيب الداله تحت لو افرض بيها اكس، نحسب الواي، هعمل ديلي للانبوت بمقدار كي ونطبقه مع نفس السيستم. لو طلع الخارج هسميه في الحاله دي ايه؟ واي في ان واي ايه؟ مش ناقص. لو طلع الخارج ده قد الخارج ده طلع تحت التايم انفاريانت، لو ما طلعش فاريانت يبقى تايم انفاريانت. احنا هنتعامل مع تايم انفاريانت سيستم معظم شغلنا، بل هنستعمل ايه؟ لينير سيستم كوزال اللي فيه الهوموجينيتي وفيه السوبر بوزيشن. ومع تايم انفاريانت سيستمز بيسموه لينير تايم انفاريانت سيستم، لينير تايم انفاريانت سيستم. ده تعاملنا دي لينير دي تايم دي انفاريانت. هي التايم انفاريانت سيستم السهولة معظم شغلنا كده. الدفرنس اللي مش رسمينها هنا اللي موجودة عندنا هنا، بس او الدفرنس مش عامل هنا ايه؟ واي في ان تساوي 2 اكس اوف 0 زائد 3 اكس ان ناقص 1 زائد واي، او نقول 4 واي ان ناقص 1. دي دفرنس ايكويشن اللي موجود على الفرن ده لينير تايم انفيرنت ديفرنس. لو احد المعاملات اللي هنا هنفترض مثلا ده بقى ايه؟ تبقى داله ايه؟ تايم فاريانت. ليه؟ قيمه المعامل توقف على قيمه كلمه. لو قلنا بخمسه قيمه المعامل خمسه، طب لو قلنا بسبعه مش كويس. احنا هنتعامل مع مين؟ مع كونستنت مع كونستنت كونستنت. السؤال بقى اللي جاته في الامتحان حد جاوبه على الاطلاق كان 20 طالب، كان 28 طالب. الترم اللي هو اول ترم في السنه اللي فاتت. احنا هناخد الزد ترانسفورم. وفي داله بتقول ايه؟ لو الزد ترانسفورم للداله اكس يساوي اكس وزد، لو ضربت اكس في ان في ان، لو ضربت اكس في ان في ان الخارج بتاعي يطلع ايه؟ ناقص زد دي باي دي زد انتل اكس وزد. مش فاكرين القانون ده؟ كويس والله حتى سمع عنه عمرو. بعد كده في الامتحان سؤال كده قلت له الداله دي تايم فيرت وتايم انفاليت. مش فاهم بس از ذا فانكشن تايم فيرت وتايم انفاليت. سؤال مش اختلف. طلعت ايه بقى؟ تايم فيرت. ليه؟ لأن المشتقة فيها ان اكس وزد، العكس بتاع
ان اكس اوف ان الزد ده هيساوي ايه؟ ناقص زد في التفاضل. يبقى التعكس بتاع الزد في التفاضل يساوي تايم فاريانت. الجهه تحت التايم فاريانت سيستم. ولا واحد عمل محدش فكر خالص ويجيب العكس بتاع الزد. انا بقول بحب اجيب امتحانات هايفه وسهله بس مش عايز واحد ايه؟ دلوقتي في مؤتمر علمي بيكمل القصه بتاعتي. فاحنا هيبقى عندنا ايه بقى؟ اللينيارة دي وورك عليها اهو اسئلة خايبة بس ما اخر حاجة هذه الاخيرة حاجة اسمها الامبلس ريسبونس والكونفرجيشن سام نعرفهم ونمشي فكرت بس الحاجة قلتها الاسبوع اللي فات كنت هنوض هناك الدالة اكس اوف ان تساوي سميشن ناقص لا نهاية زائد لا نهاية اكس اوف كي دلتا ان ناقص كي هل ده من عمل؟ كونفليوجن 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 لا دي بس عشان نجيب قيمة الدالة اكس اوف ان تساوي مجموع القيم لأن اللي بيديك هي شكل الكونفليوجن ينفع شكلها كده صحيح بس دي مش موجودة أنا عندي تساوي كي فأنا هقول اكس بين على سيارة اكس وزيرو لما ايه؟ كي دي تبقى زيرو اما ان تبقى صفر بقى دي واحد زائد ما تسميش بي دي زائد بي اكس اوفر ايه؟ اوفر واحد ان ناقص واحد يبقى راح حدها خدت الحد الثاني الحد الثالث وهكذا فالدالة اكس وان بتعبر عنها بالشكل ده بس اللي بتذكر انا عندي سيستم اتش دخلني داله دالتا اوف ان خارج بتاعي واي اوف ان الاكس اوف ان اللي هو الدخل بتاعي في الحاله تحت دي هو الامبلس فانكشن الامبلس فانكشن اللي موجود عند ايه؟ زيرو عند ان بصفر وقيمتها كام؟ واحد واحد اذا الخارج بتاعي اللي نسميه واحد ده في الحاله دي هسميه اتش او ان. يبقى مين الاتش او ان بقى؟ الخارج بتاع الباص. هي خارج السيستم لما الدخل يبقى مين؟ الباص فانكشن. الباص فانكشن بس. خارج السيستم لما الدخل يبقى الباص فانكشن. دي مقدمه كده ظريفه. طب لو الدخل بقى اتش او ان. ده اللي معنى بكلمة ازاي يا شباب؟ اتش اوف ان بتساوي كام؟ او ده واي اوف ان بتساوي كام؟ بتساوي ايه؟ اتش وبريت على اكس اوف ان بس لو هنا الدالة تحت دي دالتا اوف ان لما قلت اتش الاتش هي مين؟ هي قيمة الخرج الناتج عن الامبلس ريسبونس. قيمة الخرج ناتج عن مين؟ عن الامبلس ام، الامبلس فانكشن. طب لو الدخل بتاعي بقى اكس اوف ان، عادية خالص بقى اللي هي دي. يبقى الخرج بتاعي عبارة عن كام؟ اتش اوبريتد على مين؟ على السميشن ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية لمين؟ اكس اوف كي دلتا ان اس اتش ان اس كي انا بتعامل مع لينير تايم انفاريانت سيستمز وريلاكسنج يعني ايه؟ ملوش خرج قبل كده ها من الصفر كده يبقى ده اول هيتساب استمش هدخلها هنا الاوبريشن ده هدخله هنا تساوي اكس اوف ان السميشن بتاع مين؟ اكس اوف ان مضروب في اتش اوبريشن على مين بقى؟
بتتعامل مع لينير سيستم وتايم انفاريانت. الحته دي اتش بريكت على اكس اوف ان، تعالى بص هنا، لو قلت الكوت الداخل ده دلتا ان ناقص كي مع لينير تايم انفاريانت سيستم تدي مين؟ ها؟ صباح الفل. طب ده اتش فين؟ اتش اوف ان ناقص كي مش الخارج. طب هنا الداخل دلتا ان يديني اتش اوف ان. طب عملت الداخل بتاعي دلتا ان ناقص كي، قال لي اتش اوف ان ناقص كي ده لينير مش كده؟ تايم انفاريانت، يبقى الخارج بتاعي يساوي اتش اوف ان ايه؟ ناقص كي. يبقى الحته دي اشيلها واحط كام؟ اتش اوف ان ناقص كي. يبقى الواي اوف ان بصفه عامه بتاعتنا بتساوي سميشن ناقص ما لا نهايه، ما لا نهايه مين؟ اكس اوف كي اتش اوف ان ناقص كي. دي بنكتبها كده اكس اوف ان، العلامه دي اتش اوف ان، العلامه دي بتعني كونفيجيشن سم. يعني ايه يا شباب؟ انت خدتوا الكلام ده قبل كده باسمك. عشان نحسبه في طرق كتيره خدتوها. انا لو جبت حاجه في الامتحان هجيبها استعمل طريقه الماتريكس. فاكرينها؟ دي بتاعتها الجزء بتاع الدكتور عرفه في الجزء بتاع المرجع ده. انا الجزء قلت الجزء اللي انا بعيده وهكرر بيه مش هحل امثله. لو تلاحظ ان المحاضره دي مش مثال. انا بعرفك بالتعريفات بس. انا لما سال انت عن يعني شبعت وفي الامتحان اخر السنه برضه جالك حاجه زي كده. اما تيجي تحسب لي احسب لي دي الماتريكس مثلا. جرب عشان مش عارف ده رسمه ولا شفت ولا رسمه اي حاجه. الماتريكس مثلا وبناخد زي دي. انا بعمل ايه بالحل بتاعتي لكن الماتريكس مثلا لو عندي اتش اوف ان سبع حدود واكس ان سبع حدود الخارج كام حد؟ 13 حد اتش اوف ان سبع حدود والاكس اوف ان سبع حدود الخارج واي اوف ان كام حد؟ 13 13 جبتها ازاي دي؟ من ان ناقص 1 على الحدود الاكس زاد ال زاد على حدود ال ان ناقص 1 اشد في شعري بس الاقي شعر. صباح الفل. انا قلت اللي خدتوه مش هعيده تاني. انا برضه بعيد الذكرى. بعيد ايه يا شباب؟ الذكرى تنفع مين؟ المؤمنين اللي يعرفوا ربنا في نفسهم. ربنا مش في الكتاب ولا تظلموا انفسكم. لو طبقوا على المده دي يطلع ايه بقى؟ ظلم للنفس، عدم المذاكره بالنسبه لي عدم التحضير الجيد. صح كده؟ ديستابيليتي. لو الاتش اوف ان دي مجموعها ما لا نهايه بتاعها اقل من ما لا نهايه ده الاستيبل. نعم. السؤال اللي هو بتاع الان لا انا قلت هجيبها هقول عليه في الاخر. ده حدود الان اللي المعامل اللي بتطلع تحتي هيطلع فيها ان ليس هو ان. يبقى ده اللي انا هشتري. ليه؟ مجموعها ما لا نهايه يؤدي ما لا نهايه. ماشي. صح كده يا شباب؟ الدالة ان اكس اوف ان لكن ما حد منها يطلع عليه ما لا نهايه. ما لا نهايه بعد ان بتزيد. الشرط الاستابيليتي ايه؟ ان لو عندي انبوت محدود القيمه باوندد انبوت نتج عنه باوند الاوتبوت بنسميها الداله بتاعتي دي مستيب مش الخطيه. لا دي مستيب ستيب فانكشن. ده بصفه عمل الداله انها بنرجعه لو المجموع بتاع الابسوليوت فاليو للاتش اقل من ما لا نهايه ستيبل الداله ستيبل. وصلت؟
كده اول شابتر من المنهج بتاعنا خلص ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا شابتر الزكاه.